السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الأولى قسم تكنولوجيا الميكانيكا. أهلا وسهلا بكم، معاكم مهندس إبراهيم متولي. طبعا النهاردة هنتكلم عن جزء مهم في مديول 3 وهو الرسم الهندسي Engineering Drawing. يعني إيه Engineering Drawing أو الرسم الهندسي؟ هو لغة عالمية متعارف عليها تستخدم للتخاطب بين المهندسين والكوادر الفنية، وذلك لاختصار الوقت المستغرق في الشرح التفصيلي للأجزاء المراد تصميمها أو تصنيعها. زي إيه؟ زي الرسم الهندسي للماكينات والرسم المعماري. إن شاء الله لما ندرس المديول وكورس الرسم اللي في مديول 3 نكون عارفين لما نمسك لوحة فنية زي كده رسم ماكينات، نعرف يعني ايه مثلا بوشين، يعني ايه بولي مثلا، وشر يعني ايه وشر، كاب سكرو مثلا يعني ايه براكت اللي هو حامل، يعني ايه مثلا نط شكل النط، الابعاد عارف اقرا الابعاد، السكشن في المكان الفلاني مثلا، نمبر في ايتم كل ايتم على حده، يعني عندي مثلا نط هنا عندي قطعتين، كل واحد 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 ما عدا ده قطعتين، تمام. حاجات دي كلها الماتيريال، حاجات دي كلها بعرفها من خلال الرسم. طبعا الرسم الهندسي بيجي لي في لوحة، اللوحة دي غالبا بتكون A2 أو A3. أبعاد الـ A2 والـ A3، الـ A2 اللي هو 420، يعني عندي مثلا الفرق كامل A0 اللي هو بالأبعاد دي اللي هو 481 841 سوري في 1189 مليمتر، نص الـ A0 اللي هو الـ A1، الـ A1 اللي هو 594 في 841، نص الـ A1، نص الـ A1 هديني الـ A2، هديني الـ A2. الـ A2 ده احنا بنستخدمه في الرسم الهندسي اللي هو الأكثر انتشارا، كذلك نص الـ A2 اللي هو الـ A3 نفس الحكاية. أكتر اتنين بستخدمهم، مساحتين بستخدمهم الـ A2 والـ A3. الـ A2 الـ A3 بأبعاده زي كده اللي هو ليه فولدنج معين كده اللي هو بيس 190، وباخد 20 في نهاية الفرق، بعمل فيهم دبوسين بتوع الدسين اللي هم دول، والتايتل بلوك بيكون بالشكل ده. نفس الحكاية بالنسبة لـ A2، A2 التايتل بلوك بيكون مكانه هنا، مكان الدبوسين هنا، ودي بنطبقها بالشكل ده، تمام. ده اللوحة اللي بيجي لي فيها الرسم الهندسي، اللي بيجي لي فيها رسم الايتمز اللي هشتغل بيها على الماكينات. التايتل بلوك ده بيشمل معظم الداتا اللي محتاجها في بخصوص الايتم بتاعك والدرونج بتاعك. يعني على سبيل المثال عندي التولرانس، الخانة بتاعت التولرانس أو البلوك بتاع التولرانس، عندي مكان الماتيريال بنكتب هنا الماتيريال، أو إذا كان ألومنيوم أو ستيل أيا كان. هنا لو في طلاء نهائي اللي هو فاينل بروتكتيف كوتينج، اللي هو لو في طلاء نهائي أو لا للحماية. ده طبعا الأبروفالز وتاريخ الأبروفال، ده بيكون هنا أشخاص الديزاينر اللي هيدي الموافقة مثلا، اللي هيراجع الحاجات دي كلها بتتكتب هنا بالتواريخ دي، تمام. عندي هنا اسم الشركة والعنوان، هنا التايتل بتاعي أو البارت نيم بتاعي، هنا عدد القطع عندي، كمية واحدة اتنين صغن. هنا الاسكيل،
واحد إلى ثلاثة، ثلاثة إلى واحد، أيا كان يعني. هنا طبعا drawing number، هنا revision letter، هنا وهنا الشيت نمبر. ده باختصار، ده كله باختصار التايتل بلوك اللي بيكون في أسفل اليمين في أي صفحة، في أي لوحة رسم هندسي خاصة بالماكينات. طبعا عندي أنظمة كتير، يعني أنا عندي الستاندرد اللي هو الدي أي إن اللي هو الألماني، وعندي الستاندرد الأمريكي، وعندي كذا ستاندرد بشتغل بيهم، مفيش مشاكل يعني. في ستاندرد يعني بيكون فيه اللي هو زيادة طفيفة. طيب يصف درونج لاين، طبعا أي رسم بيكون فيها لاينز معينة أو خطوط تخص الرسم، يعني عندي السوليد لاين اللي هو الخفيف، وعندي السوليد لاين اللي هو السك ده، وعندي الفري هاند لاين ده بستخدمه لما بيكون عندي مثلا، لما بيكون عندي شافت طويل كده مثلا والصفحة مش جايبة معايا أو اللوحة مش جايبة معايا، فبعمل له زي كاتنج في النص كده وبرسم الخطوط. تمام. البريك لاين ده بستخدمه، البريك لاين ده بستخدمه في الاوتوميتد دروينج. تمام. عندي داش لاين اللي هو النوعين، في اللي هو الداش لاين اللي هو الخفيف، والداش لاين اللي هو سيب، ده بيستخدم في الهيت تريدمنت. مش لازم تكون عارف الدول بالتفصيل، اهم حاجة تكون عارف ان ده مثلا اللي هو اوت فريم مثلا، ده مثلا بيستخدم مثلا في الدايمنشنز، ده بيستخدم اعرف ان الشغلة طويلة او الشفط طويل، ده مثلا بيستخدم، ده بيستخدم في السنتر لاين مثلا، ده بيستخدم في السكشنز بلين. تمام. لازم اكون، لازم يمينه خالص ان انا اكون. برضو عندنا التشير، التشير ده يعني لما يكون، لما اعمل كروس سيكشن مثلا، او عايز اوضح مثلا سيكشن معين في ايتم او بارت معين، باخد سيكشن في جزئية معينة كده. ومعظم طبعا الشغل اللي بيكون في شغل الميتال، انا معظم السيكشنز بتكون في الميتال، فاللي بستخدمه معظم الشغل بتاعي بيكون الميتال اللي هو الجزء ده، هيفي ميتال او لايت الويز، ومعظم شغلنا بيكون في الميتال يعني. تمام. هناخد مثال يوضح اللاينز والهاتشنج او التشير، ويوضح لنا حاجات كتير خالص من اللي شرحناه. زي ما احنا شايفين كده الدايمنشن زي معمول بالسوليد لاين بس الخفيف، عندي مثلا ده سوليد لاين، ده سوليد لاين، ده سوليد لاين، ده سوليد لاين مثلا، ده دايمنشن سوليد لاين، سوليد لاين دايمنشن سوليد لاين، عندي مثلا سوليد لاين اللي هو ثيك اللي هو ده مثلا، وده الاوت فريم، وده عندي ده كله سوليد لاين ستيل. تمام. ده كله سوليد لاين تيل ماشي. عندي برضو اللي عندي كاتنج هنا، لما بيكون البارت عندي كبير كده مش مكفي الرسم وكده، فانا باخد زي قطعية كده مانوالي بوردر لاين. تمام. الداش لاين ده لما بتكون حاجة من ورا مخفية بعملها داش لاين. هنا في باخد سيكشن هنا، كروس سيكشن هنا بهشر، طبعا احنا قلنا ان الماتيريال دي اعرف ان هنا ميتال،
هنا في الوز، هنا في الوز، يكون تلات ارباع الدايرة بسولد لاين بس خفيف من بره. ايه تاني؟ هنا في توب، هنا سنتر لاين، سنتر لاين، ادي سنتر لاين. يعني في داش لاين هنا، طيب مخفي. ده باختصار معلومات بسيطة عن درس النهاردة كمقدمة عن الرسم. طبعا لغاية هنا نكون انتهينا من درس النهاردة، ويا رب يكون بسيط عليكم. وأنا هسيب لينك البرزنتيشن في الكومنتات، وأي حد ليه سؤال إن شاء الله ممكن يسألني في الكومنتات وأرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.